حمل القارب المطاطي آلاف الشباب السوريين، لم يميز بين انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، وصلوا إلى أوروبا حالمين بالاستقرار والحياة الكريمة. روج النظام على مدار السنوات السبع للأمان في مناطقه، انتشرت صور الكرنفالات والاحتفالات والسهرات بشكل مكثف، إلى أن أرقام الهجرة السنوية والتي من ضمنها مؤيدون للنظام لم تنخفض. أكثر من 5 ملايين لاجئ، النسبة الأعلى منهم من فئة الشباب، خرجوا من مناطق المعارضة ومناطق النظام على حد سواء، لم يتعرضوا للقصف المكثف، لكن أرهبتهم عربات فروع الأمن ودوريات الشرطة العسكرية التي تبحث عن الشباب أينما وجدوا. بالإضافة إلى انتشار عصابات النهب والسلب والخطف، فحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام، فإن معدل جرائم القتل ارتفع في سوريا العام الماضي عن الأعوام السابقة، وعزى البعض أسباب هذا الارتفاع إلى الجهل والفقر، إذ وصلت نسبة الفقراء إلى 70% في المجتمع السوري. حذر التقرير من لجوء الأسر إلى طرق استغلالية وخطيرة لتأمين أساسيات العيش، والتي يترتب عليها ظواهر خطيرة مثل جرائم القتل وعمالة الأطفال والزواج المبكر وتجنيد الأطفال واللجوء إلى الأعمال المسلحة. جميعها أسباب يمكن أن تدرج ضمن قائمة الأسباب لهجرة الشباب السوري من مناطق النظام. هل هناك أسباب أخرى؟ وهل يمكن حلها أو معالجتها؟ هنا يكمن السؤال.